على العنف وبتحرض على الانقلاب على بعض يعني أذن أستاذ الفنانين إبراهيم عيسى كده ما كان بيدعو لإبادة الفنانين. الموجودين في رابع العدوية لا من لا خلال عرض فيديوهات لا لفض لا اعتصامات لا 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 بالسلاح الآلي إبراهيم عيسى من خلال تحريض مثلا. أنا لا لا لا, لا أعرف إبراهيم عيسى ولا قابلته لا أنا ولا أشوف الأمثلة يعني ولكن إذا أنا لم يكن هذا تحريضا إبراهيم عيسى حرض على إذا لم يكن هذا تحريضا فما التحريض؟ لا لا ما إحنا ما شفناش الكلام ده يعني أنا ما شفتش تحريض إلا يعني أقول لحضرتك حاجة هم كانوا بيخبطوا بتوع